نقيمه ولا نقفل. تمام؟ طيب بالمنطقي والطبيعي انا عندي طريقتين، طريقه دايركت وطريقه ان دايركت تبعا لقوانين والند. يعني والند نفسه مدينا قانون. لما تيجي يا حبيبي عايز التكرارات الزيجوتيه المشاهده احسبها من القانون الفلاني. هناخد الطريقه المطوله الاول وبعدين نختصرها بالطريقه السهله. عود نفسك على كده، خد الصعب الطويل الاول وبعد كده خد الطريقه الدايركت على طول اللي هي اسهل لك بالقانون. فتعالى معايا كده، انا عايز اعمل ايه يا شباب؟ عايز احسب الفرق ما بين التكرارات المشاهده والمتوقعه بعد التقسيم وقبل التقسيم. بعد ما اتقسمت لتحت عشرتين وقبل ما تتقسم، الله، قبل ما تتقسم دي هجيبها ازاي؟ هفترضها. يعني ايه هفترضها؟ هفترض كما لو كانوا مش متقسمين. يعني ايه اللي انت بتحكي فيه ده؟ تعالى بس، تعالى معايا كده. انا عايز احسب الاوبزرفد دلوقتي. تمام؟ الاكسبكتد. انهي اكسبكتد؟ المتوقعه كما لو كانت مش متقسمه، كما لو كانت عشيره واحده. على بعضهم يعني، مثل كده. طب تعالي نجيب واحده واحده من دول ونكتب. هما دلوقتي بما ان في بي وكيو يبقى ده سيمبل لوكس عنده ايه كابيتال وايه سمول على سبيل المثال يعني. بي وكيو يبقى عندي تو الليز بس، صح؟ في ار في اتش في زد في معرفش ايه، هما تو الليز. طيب ده معناه ان انا عندي ثلاث فئات من التراكيب الوراثيه او الاشكال المظهريه وات ايفر. تمام؟ الاوبزرفد بالنسبه لهم اللي انا شايفه على ارض الواقع. طيب الايه كابيتال ايه كابيتال اللي انت شايفه على ارض الواقع ينفع يتحسب من كام فئه؟ ها؟ اهو فين هما الاثنين؟ بي 1 وبي 2 صح؟ يعني الايه كابيتال ده مصدره بي 1 سكوير ومعاها كمان مين؟ بي 2 سكوير صح؟ طيب انا ينفع احط قيمتين لحاجه واحده؟ هجيب مين؟ متوسط. ماشيين معايا كده؟ نعم. الاوبزرفد اللي انا شايفه قدامي كمان خطوه هنحسب الاكسبكتد كما لو كانوا ما تقسموش. كانوا حاجه واحده متقسمه. انا هحسب الاوبزرفد اللي انا شايفه وهو ده اللي هو طالبه مني. احسب الاوبزرفد اللي انت شايفه والاكسبكتد كما لو كانوا ما تقسموش وبعدين طلع لي قيمه ولد. تمام؟ تمام. طيب معايا كده بس بسرعه بقى. اول ما ناخد على الرسم الايه كابيتال ايه كابيتال؟ انتوا لسه قايلين ان مصدرها بي 1 وبي 2. يعني بي 1 سكوير وبي 2 سكوير. طب ينفع اخد قيمتين لحاجه واحده؟ ما انت لسه قايل لي هعمل ايه؟ متوسط. يبقى هنا كده هحط بي اي سكوير الكل بار. ايه ده اللي انت بتحطيه ده؟ ما احنا بنحط رموز يا بيه، وانا هينفع اقول واحد واثنين وثلاثه واربعه؟ الاي هنا معناها ايه؟ عدد تحت العشية. الاي في المسألة دي بتتراوح من كام لكام؟ المسألة دي من واحد لاثنين، يعني انا عندي اخري تو سب بوبيوليشن صح؟ فمش هينفع احط بقى واحد اثنين ثلاثة، لا انا هحط رمز اي واي زي ما يكون. احنا بنحط لها قوانين وهنطبق حاجة. يبقى الفئة دي عبارة عن البي اي سكوير الكل ايه؟ بار. بعد ما بجيب السكوير بجيب له البار بتاعه. صح كده؟ يبقى انا هنا حسابيا هعمل ايه؟ 0.4 سكوير بلس 0.8 سكوير. الكالكوليتر تطلع على طول. ها؟ على ايه؟ برافو، طلعوا لي حسابيا بكام؟ بسرعه. بكام؟ قولي. 4 من 10. 4 من 10 يبقى دي طلعت 4 من 10 بنفس المنطق. ايه كابيتال؟ ايه سمول؟ هتيجي من كام مصدر؟ 2. ايوه 2P1Q1 بلس 2P2Q2 على ديفايد باي 2. يلا يبقى هنا 2P1
من عشرة في ستة من عشرة زائد اتنين في تمانية من عشرة في اتنين من عشرة، كل دول على الاتنين رياضيا يطلعوا كام؟ أربعة من عشرة. برضو ازاي؟ اتنين في اربعة من عشرة ستة من عشرة زائد اتنين في اتنين في تمانية من عشرة في اتنين من عشرة، كل دول يتقسموا على الاتنين اربعة من عشرة. متأكدين؟ على فكرة لو لخبطنا في رقم واحد كوالنت افكت مش هيطلع صح وهيجي لنا نتائج غلط، فما توقعوناش. اكيد؟ طب ما تقربوش ارقام. في الاولانية اربعة من عشرة؟ اوكي. نفس المنطق هنا، مين يقول لي منطوق القانون هنا بقى؟ ايوه كيو اي سكوير الكل ايه؟ بار. برافو. يبقى معايا 2 من 10 تربيع زائد 8 من 10 لا زائد 6 من 10 تربيع على الاثنين 2 من 10. 2 من 10 زميلتنا قالت طلعوا 2 من 10. انا كده حسبت مين يا جماعه؟ اللي انا ايه؟ طب ما تيجي نتوقع كما لو كانوا مش متقسمين. يعني ايه مش متقسمين؟ يعني كل دول في بوكس واحد كده ليهم بي واحده وكيو واحده، ما تقسموش. طب هيكونوا ما تقسموش ازاي تفتكر انت؟ ايوه فكر شويه يمكن شافوني او سمعناه في الاخر عادي هو اللي معايا. ها؟ اوه بسألك والله. هتعامل بقيمة واحدة منين؟ هتعامل بقيمة واحدة هنا منين؟ ايوه مش انتوا عملتوا كده من شوية؟ طب ما انا عايز العب مع دول واخليهم قيمة واحدة. هخلي قيمة واحدة للبي وقيمة واحدة ايه؟ للكيو. طب انا عايز في هيا واحده من هنا تيجي منين؟ في 1 بلس في 2 على 2 وبص هات لي بقى البي بار طلعت كام؟ 6 من 10. طب والكيو بار واحنا مغمضين هتطلع؟ الارقام دي ريل موثوق فيها، لو لعبنا في الارقام هيبوظ المساله كلها. احسبوها تاني. ها صح؟ 6 من 10 4 من 10. تعالوا بقى نإكسبكت. يلا نإكسبكت. طب يلا نحط قانون عشان ما نتلخبطش. الفئة دي بقى في الإكسبكتد بوبيوليشن اللي أنا متوقعها اللي ما اتقسمتش. القانون بتاعها هيبقى إيه؟ بي سكوير الكل إيه؟ يفرق تماما عن بي أي سكوير الكل بار. فهمان ولا مو فهمان؟ بي بار الكل سكوير، ده انا عندي قيمة واحدة وهي اللي هعمل لها ايه؟ سكوير. تربيع يبقى 6 من 10 دي تطلع كام يا بيه؟ 36. هنا مين شاطر يقول لي؟ 2 بي كيو مال بار سكوير. ليه بقى؟ 2 بي بار كيو بار، فين السكوير هنا؟ هرفع ليه؟ بس انا بضرب مين؟ المتوسطات. يفرق كتير عن ال 2 بي اي كيو اي الكل بار. فاهم حاجة؟ طيب 2 بي بار كيو بار بكام؟ 2 في 6 من 10 في 4 من 10 48% 48. طيب مين شاطر يقول لي القانون بتاع الاكسبكتد اللي هنا؟ حيلين كيو بار الكل سكوير 4 من 10 تربيع تطلع 16%. طب الفرق ما بين الاوبزيرفد والاكسبكتد بقى اتفضل عايز ايه؟ هو قانون الاكسبكتد يعني ايه؟ الاكسبكتد قبل كده ولا بنجيب افرق في المسمى النهارده. اكسبكتد مش قصدي بيها في الجيل اللي جاي. اكسبكتد قصدي ان انا بتوقعها رياضيا في حاله غير الحاله اللي انا شايفها.
انا شايف ايه قدامي؟ انا شايف ايه قدامي؟ تقسيم صح؟ في تقسيم حصل. طب انا عايز اتوقع كما لو كانوا مش متقسمين. طب هل انا واحد غوي تعب؟ لا، انا عايز اوصل للإفكت بتاع التقسيم. التقسيم بيعمل ايه تحت العشايه؟ بيخليها تروح لأنهي تركيب؟ بيزود، بيقلل، بيبوظ، بيصلح. فلو التقسيم حلو نزوده، لو التقسيم وحش نجابه وضده. نسعى ان في العشاير خاصة اللي على مراحل الانقراض مثلا، لا حاولوا يا جماعة دول ما يتقسموش، يبقى في راندم ميتنج ما بين البوبيوليشنز كلها. فاهم قصدي؟ كل ده احنا بنسعى له النهارده. كل ده هتطلع في الاخر بتوصيف من عملية التقسيم. زي ما والد درس وذاكر، ما هو والد هو اللي طلع لنا بالافتكاسة دي. فاحنا بنكمل وراه عشان نفهم. اتفضلي. هي بي بورد وايس سكوير. احنا جايبينها يعني كده 4 في 10 في 8 في 10 كل السكوير عالي جدا. فين دي؟ دي؟ لا دي بي بار الكل سكوير. فين البي بار؟ فين البي بار؟ فين البي بار؟ ايوه بي 1 و 20. انا مالي ومال البي 2؟ مفيش حاجه اسمها بي 2 هنا. بي بار هي بي 1 زي بي 2 على الاثنين. طلعت 6 من 10. فستة من عشرة تربيع طلعت كام؟ 36. فهمتي؟ لا ركزي، الله يرضى عنك. يا جماعة لحد دلوقتي حد واقع مني في ازاي جبت الاوبزيرفد وازاي جبت الاكسبكتد؟ والاكسبكتد از ا كومبليت بوبيوليشن مش مقصود بيها اكسبكتد فريكونسي، مقصود بيها عشيرة متوقعة. ان انا بتوقع رياضيا ان العشيرة ما تقسمتش، بجيب لها حسابات كما لو كانت ما تقسمتش، كما لو كان ما حصلش عليها اي تقسيم. كده الناس فاهمه معايا؟ حته مهمه جدا. طيب لحد هنا انا اعتبر خلصت المساله، ما عليا غير اني اطرح ده من ده واشوف ايه الدنيا، وده من ده واشوف ايه الدنيا. ها فين المشكله يا سيدي؟ يلا قولي فين المشكله. تعالى كده، ده 4 من 10 ناقص ال 36 هيساوي كام؟ كم؟ 4% بوزيتيف 4%، وهتعرف ان هي قايله بوزيتيف دلوقتي. طيب 4 من 10 راح لي منها 48 يطلع كم؟ نيجاتيف 8%. الله اكبر، نيجاتيف كم؟ 8%. طب 2 من 10 ناقص 16 تطلع كم؟ 4%. تطلع بوزيتيف 4%. مش ملاحظ حاجه؟ هو مين فيهم زاد على مين؟ مين اللي زاد ومين اللي قل؟ الاي كابيتال، الاي كابيتال زاد والاي ايوه سمول زاد والاي سمول الاي كابيتال، الاي كابيتال والاي سمول، الاي سمول ابتدى ايه؟ يبقى الهومو زي جوزتي اللي هي التراكيب الاصيله النقيه ابتدت ايه؟ تعلى فجأة. اما الخليطة حصل لها ايه؟ ديفيشنسي بمقدار ايه؟ مرتين، والمرتين اتوزعوا مناصفة بين دي ودي. مش ال 8% عبارة عن 4% زاد 4%؟ يبقى دول زادوا دي ودي بنفس المقدار. المقدار ده متاخد مرتين من مين؟ من التركيب الخليطة. وهو ده اللي اسمه ايه؟ والند افكت. بيجي منين والند افكت؟ لما العشير الكبيرة حتى ولو كانت متزنة تبتدي تتقسم حتى لو تحت عشير متزنة، ده بيؤدي للهوموجينيتي، بيؤدي لتأصيل زيادة في التراكيب الأصيلة، لزيادة نسبة التراكيب الأصيلة. يعني اللي شايل القليل النقي هو اللي عمال يزيد 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 في العشيرة، بينما التراكيب الخليطة مالها؟ نسبتها عماله تقل، وده خطر انذار كبير جدا. حتى لو الصفات الاصيله دي مفيده بالنسبه لي في العشيره، وليكن مثلا وزن زياده للماشيه، مش عارف انتاج بيض زياده، ماشي، ما انا معايا الصفه المتنحيه اللي هي السلبيه عماله تزيد برضه. زائد ان البوبي كيوب هو مصدر الفارينس في العشيره، مصدر الاختلاف، هو ده اللي بيديني اختلاف. لما الاختلاف عمال يقل واللي موجود في العشيره كله شبه بعضه، ده هيؤدي لتأصيل الصفات دي. راعي ان مش كل الصفات عندك هتكون مرغوبه، اغلبها
او يعني جزء منها يكون غير مرغوب، وده بيحط العشيرة في ريسك كبير جدا. قد يكون حساسية لبعض انواع الفيروسز، مثلا جه الفيروس عدا العشيرة، العشيرة كلها حصل لها ايه؟ مش كلها بقى، تقريبا نصها ضاع. حساس. فان احنا نأصل التراكيب الوراثية الأصيلة دي، او ان احنا نخلي الهوموجينيتي تعلى، ده خطر وريسك كبير على العشيرة. او في الاغلب يعني اغلب الاحيان بيبقى خطر على العشائر، وده معناه ضرب انذار كده. اول ما تبتدي تحسب والند وتلاقي والند بنسبة مؤثرة، يعني مثلا ممكن حد يقول 8% مش مؤثرة، بس في حسابات تانية تقول اذا كانت مؤثرة ولا لا، مش هندخل لها. اول ما الاقي الرقم بتاع والند كبير قوي، لا ضرب انذار، الحق العشيرة دي، لان العشيرة دي على وشك الانقراض مثلا، ممكن في ثانية تلاقي عرض معين ظهر ادى ان التراكيب الاصيله اللي موجوده نصها على الاقل يموت، فهبتدي افقد العشيره، وبدل ما يبقى عندها تاثير تقسيم العشيره اونلي، هيبقى عندها كمان الجينيتك دريفت، الجين فريكوانسي عمال يحصل فلكشويشن سريع نتيجه انه عنده صفات اصيله، حساس قوي 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 لنوع مضاد حيوي او شديد الحساسيه، فيخلي كمان انواع الفيروس يحصل لها ادابتيشن. يعني ايماجن معايا دلوقتي معايا تراكيب وراثيه قادره تماما انها تنهي على اي نوع فيروس يدخل لي، الفيروس هيسكت؟ ما هو كمان بيحصل له ايفوليوشن، هو كمان بيحصل له تطور، في سلاله ماتت منه بسرعه طلع لي واحده جديده، فبالتالي هتفضل هيفضل المجتمع ده في مشاكل. انت موت السلاله دي انت قادر عليها، طب هطلع لك واحده جديده وشوف بقى انت هتقدر عليا ولا لا. دي حياة الميكروبس عامة، لما بتقدر على نوع معين بيعمل ايفوليوشن ويطلع لك غيره في منتهى السرعة. فاهم حاجة؟ وهو ده يا شباب اللي احنا عايزين نوصلك ليه، ان تقسيم العشيرة بيؤدي الوالند افكت. يعني ايه والند افكت؟ بمنتهى البساطة ديفيشنسي في التركيب الهيتيرو، النقص ده بيتوزع مناصفة بالزيادة على الهوموزايجس الثانيين، هو ده تأثير والد. لو عايزه تقييمة هو ماينس 0.8 كده. تمام. الجزء الاولاني بالطريقة الاولانية مفهومة ضم. طب عايزة ادي لك واحدة سريعة تحسب بيها بدل ما تقعد تعمل الحسابات دي كلها، بدل ما اقعد اعمل ده كله. والد قال لك ايه؟ لما تيجي عايز تحسب الاوبزيرفد دي، بدل ما تلعب بالبي وبلس بي 2 بلس بي 3، لو على افتراض مثلا ما بنلعبش مع 2 سب بوبيوليشن، في المثال ده مثلا بنلعب مع 4. في الاجراءات الطبيعيه في الحسابات الطبيعيه اللي على ارض الواقع يلعب مثلا مع 20 سب بوبيوليشن، 19 30 40 50، هقعد اجمع واجيب متوسطات. طب ما انا عايز قانون سريع يديهوني والند، وهو والند يعني شاطر بس يدينا قوانين وتفسير وما يساعدناش في حالات صعبه زي دي. تعالى والند هيساعدك ويقول لك لما تيجي عايز تحسب الاوبزيرفد في حاله ان يكون عندك عدد كتير من السب بوبيوليشنز، خد معايا هذا القانون، ان الاوبزيرفد في الحاله دي هتكون عباره عن ايه؟ عباره عن الاكسبكتد اللي هناك دي اللي انت سهل تحسبها من قيمة واحدة اللي هي البار، زائد قيمة سيجما سكوير بي. القيمة دي. اما الاي كابيتال اي سمول 2 بي كيو البار اللي احنا جبناها بمنتهى البساطة هناك دي، اطرح منها 2 سيجما سكوير بي. مش احنا لما طرحنا طلعت ماينس قيمتين اللي فوق؟ اما الاسمول اسمول كيو بار الكل سكوير بلس 2 سيجما سكوير بي. يعني معنى كده ان القيم اللي احنا مطلعينها دي هي عباره عن قيم ايه؟ التباين، الفارينس. اتفضلي. سوري في 2 تحت زياده، واحده بس. يبقى معنى كده القيم اللي احنا عمالين نحسبها من الصبح دي طلعت قيمة التباين اصلا. لما تيجي تحسبها دايركتلي بالتباين
وتضيف على الفئات دي سريعا هتقوم حاسب الاوبزرفد على طول بدون الدخول في تفاصيل السب بوبيوليشن. نعم تاني. وارن ده قال ايه؟ قال يا حبيبي بدل ما يبقى عندك بيانات كتيره عن 20 سب بوبيوليشن فانا عايز احسب الاوبزرفد. ايماجن معايا انا عندي 20 سب بوبيوليشن عايز احسب لها الاوبزرفد، هعمل ايه؟ كل قيمة للبي هجمعها بعد ما اربعها طبعا هجمعها مع بعضها وبعدين اجيب لها المتوسط صح؟ فهتقعدي تقولي ايه؟ 0.1 سكوير بلس 0.4 سكوير بلس 0.5 سكوير بلس 0.8 سكوير صح؟ كل ده على كام؟ على 4. طب لو على 20 تخيلي كمية الحسابات. فبدل ما تعملي كده احنا كده كده اوريدي طلعنا الفرق ما بين الاثنين في قيمه اهو صح؟ صح؟ فلو جبت دي وضفت عليها القيم دول هجيب دي على طول. ودي اسهل لي في الحسابات لاني بلعب بقيمه واحده. ما بلعبش باكتر من قيمه، بلعب بمتوسطات. فهمان ولا مو فهمان؟ فلو جبنا دي وضفنا عليها قيمه سيجما سكوير بي خلاص احنا جبنا الاوبزرفد على طول عشان اشوف على ارض الواقع القراءات بتاعتي عامله ازاي. تمام؟ فقوانين وارن بتسهل علينا الحسابات. اتفضل. وسيجما مش هنعرف نجيبها غير لما نجيب الاوبزرفد. لا هقول لك حالا سيجما هنجيبها ازاي. هلعب بالتكرارات بتاعتي على مستوى واحد بس. انا في الاوبزرفد هنا محتاجه اجيب دول على مستوى التكرار الاولاني وهجيب ده لمستوى التكرار الثاني وهجيب دول في بعض بالاثنين برضه. يعني استخدمت قراءات كتيره جدا. اما في الفاريانس متاح ليا العب مع البي او الكيو. قانون الفاريانس ايه هو؟ حد فاكره من البايومتري؟ سيجما سكوير بي. لو انا عايزه اجيبها عباره عن ايه؟ ايوه سمشن افتح قوس بي ماينس بي بار الكل سكوير على ان. فاكر القانون ده؟ ما علينا. يبقى لما عايز اجيب التباين في التكرار الجيني بي هحسبه بالقانون ده. فهلاقي نفسي كده كده البي بار انا عايزها فهحسبها. هي كده كده اوريدي هحسبها مره واحده استخدمها في كذا حاجه. فاهم حاجه؟ طيب البي ماينس كيو بي بار هي دي الحته اللي هتعب فيها شويه. كل واحده من دول هطرح منها البي بار واربع واجمع اللي بعدها ناقص البي بار واربع واجمع اللي بعدها ناقص البي بار وهكذا. في الاخر اقسم على العدد اللي انا حسبت منه. بس هتلاقيها اسهل من الطريقه بتاعت من شويه. تعالى نحسبهم. تعالى مساله زي دي كده، مساله زي اللي هناك دي، ولا نحسبها على الصغيره عشان تبقى نفس الارقام؟ ها عايزين عني الكبيره. الكبيره يلا ارقام مختلفه. عندنا اربع تحت عشاير. ماشي معايا انك تحلها بالطريقه الاولانيه هتقعد لك فيها ربعايه حلوه. فتعالى نحلها بالطريقه المصغره دي. التحت عشاير دول انا عايز المعلومات دي علشان ابتدي احسب الاوبزرفر. انا عايز البي بار. البي بار بالنسبه لدول كام يا شباب؟ 1 من 10 4 من 10 5 من 10 8 من 10 مجموعهم على الاربعه يطلعوا ها؟ 0.9 متاكدين؟ يبقى الكيو بار وانا مغمض كام؟ 0.1. شفتوا سهله ازاي؟ تمام. يبقى هنا عندي 9 من 10 تربيع وخلصنا من دي. طب عايز احسب بقى السيجما سكوير بي. سيجما سكوير بي بي بلس بي بار الكل سكوير. يلا كده نقول يبقى سيجما سكوير بي. كلنا شايفين الحته دي؟ شايفه. طيب سيجما سكوير بي 1 من 10 ناقص 9 من 10 تربيع زائد 4 من 10 ناقص 9 من 10 تربيع زائد 5 من 10 ناقص 9 من 10 تربيع.
زائد 8 من 10 ناقص 9 من 10 تربيع، كل دول على كام؟ على 4. تطلع كام؟ ايه دي الحته الوحيده اللي هتعب فيها؟ طلعت كام؟ ها؟ متفرج انت. كده هو انا طلعت لي 1.6%. استحالة، لازم تبقى رقم 10. سيبنا 25 كم؟ 265. متأكدين؟ لا، يبقى في حد فيكم بيعمل حاجة غلط. 265 من 1000؟ ماشي، يبقى هنثبت على الرقم ده مع اني اشك، بس يبقى هنا كده 265 من 1000 يبقى سيجما سكوير. فرحانه انت، انتصرتي 265 من 1000. ما عليا ان انا اعمل ايه في بقيه الخطوات؟ تعويض مباشر في خطوتين ثلاثه فقط. عايزه اجيب الايه كابيتال، ايه كابيتال؟ يبقى 9 من 10 تربيع زائد 265 من 1000. طيب الايه كابيتال ايه سمول؟ 2 في 9 من 10 في 1 من 10 ناقص 2 في 265 من 1000. كده فهمتوا حاجة؟ آخر فئة 1 من 10 تربيع زائد 265 من 1000. بالله عليك دي تختلف عن من شوية ولا لأ؟ أسهل ودايركت وأسرع من الأولانية بكتير. نستفيد من العلماء اللي هارين دماغهم يا عيني معانا دول، يعني هو قاعد يبحث في تأثير تقسيم العشيرة ومش هيطلع لنا قانون يسهل لنا الحسابات؟ أكيد لأ، صح كده؟ فأنت كده عندك طريقتين تحط إيدك بيهم على قراءاتك للعشيرة المتقسمة، وفهمت إزاي بنجيب الفرق ما بين الأوبزيرفد والإكسبكتد كما لو كانت مش متقسمة، صح كده؟ الفرق ما بين الاتنين دول اسمه إيه؟ والد. تأثير والد ده عبارة عن إيه؟ 2 سيجما، لان من التركيب الخليط بيقل بمقدار 2 سيجما، اما التركيب الهومو كل واحد فيهم بيزيد بمقدار ايه؟ عرفتي بمقدار ايه؟ لا مش سامعه، بمقدار ايه؟ 1 سيجما. حد مش فاهم لحد دلوقتي والد افكت وازاي بنحسبه وازاي بنعمل تتبع للتاثير بتاعه ونفسره كمان كلاميا؟ ها؟ حد مش فاهم؟ مالكوا يا عيال مش مشجعين كده ليه؟ حد مش فاهم؟ طب حد فاهم؟ طب يلا واحد بقى يطلع يحل المثال ده عشان تمشي. نمسح الملوش لازم نمسحه؟ يلا يا شباب، حد هيختار اول تو سبوبيليشنز يحل بالطريقه الاولانيه، وحد هيحلها كلها بالطريقه بتاعت والند الاخرانيه. يلا يا حلوين. من غير كلام قط خلاص.